ورحمه الله وبركاته. كديرين لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في القناه ديالي شهيوات رشيده. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه ديالكم. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم غريبه بالكوك والسميده. كتجي غريبه زوينه بزاف واكثر من رائعه، وانا غادي نعطيكم كاع الاسرار باش تجي ناجحه معكم من اول مره وسهله في التحضير. دابا ندوزو لتقديم المقادير على بركة الله. هنايا عندي ثلاثة البيضات متوسطين، كاينة 250 غرام ديال السميدة رقيقة، هاد السميدة الخاصة بالحلويات اللي كنصايبو بها الحرشة والبغرير وكاع دوك جميع أنواع الحلويات. عندي هنا ربع ديال الكوك بما يعادل 250 غرام، 250 غرام. كاينين هنا خمارة ديال الحلوى من وزن 8 غرام أو 7 غرام، كاين كيس ديال السكر فاني، كاين قشور ديال الليمونة حامضة، كاين واحد المعلقة كبيرة ديال الكوبيتير ديال المشماش الخاص بالحلويات، عندي كاس ديال السكر حبيبات، هاد كاس عنبة هاد راه كيهز 125 غرام، يعني هو اللي كيبغي الحلاوي يدير حتى هو 250 غرام بحالهم بحال السميده. انا نقصت غندير غير كاس 125 غرام. كاين 100 كاس ديال الزيت نباتي بهاد كاس عنبه حتى هو كيهز 125 غرام. والكوك غادي تاخذوا الكوك باش هاد الغريبه كتجي ناجحه 100%، تاخذوا الكوك اللي من نوعيه جيده وكيكونوا الحبات ديالو رقاق بهذا الشكل، وكتمنى كتمشيو عند التشري وكتبركو عليها هكا بايديكم كتشوفوا طلق ليدام، عرفوه راه الكوك مزيان. وعندي السكر الثقيل او السكر كلاصي حتى هو من نوعيه جيده، ما يكونش في دوك الحبيبات وداكشي باش يجي مزيان، غنفند فيه. ودابا ندوزو لطريقه التحضير على بركه الله. قصريه درت هذوك البيض، غندير هذاك الكيس ديال السكر فاني، كيس ديال السكر حبيبات، بسم الله، وغادي نخدمهم مزيان غير بيدي بحال هكا قليل من الملح. دائما كنديروا الملح نتسحق الضوء. نضيف هذاك القشور ديال الحامضة وهذيك المعلقة ديال الكوفيتير ديال المشماش، نضيف الزيت ودابا غادي نضيف هذاك الكوك مره وحده. راه كيف ما قلت لكم السر ديال النجاح ديال الغريبه هو الكوك، تاخذوا هذاك اللي حباتو رقاق وكيكون ميدم، حيت الا خديتو هذاك الاخر راه كيكون ناشف وحباتو غلاظ وكيبغي ليدام اكثر وما كتجيش الغريبه ديالنا مزيانه. والسميده على حسب الخليط، نقدر ياخذ ليا على حسب البيض، غنقدر تاخذ هذيك الرابعه كامله او نزيد عليها شويه او نقص منها شويه. دابا غنبدا نضيف هذيك السميده شويه بشويه، ما نضيفهاش مره واحده حتى نشوف شحال غتهز ليا الغريبه. هذاك الكيس ديال الخميره ديال الحلويات ونقلب لك في هذا الشكل.
هاي من بعد ما ولدات راه كنديروا ليها بحال هكا، كنشوفوها كتولات كتجمع لينا هاد الشكل صافي. غنخليها ترتاح واحد 10 دقائق وعاد نرجع معاكم نشكلها، وكنشعل الفران باش يسخن من قبل، يكون سخون مزيان. من بعد ما خليته واحد 10 دقائق ارتاحت حتى تشربت وداكشي، ورا درت الفران يسخن ونسخنو مزيان حتى ندخل الحلوى طيب وعاد نقص منه. عندي واحد الصفيحه ديال الفرن او لاطه راه درت فيها ورق الطهي، حيت ضروري ديروا فيها الورق حيت مع غادي تكون فيها السكر غتلصق لكم في اللاط. عندي هنا مزهر ما غاديش نفند فيه الحلوى، غادي ندير فيه غير يديا بهذا الشكل، وغادي نبدا نكور في الحلوى. هاد الشكل الكويرات كتحكموا فيهم على حساب الحلوى نتوما اللي بغيتوها شحال، واللحفة داك السكر كلاص. نبرك عليها في الاول بهاد الشكل بيديا مزيان، عاد نبدا نكور. مسكتش ليها مزيان، ونلوح في السكر كلاص، وتندير واحد الكميه باش ما نبقاش كل مره يدي تعمر ليا بالسكر كلاصي. ندير واحد الربعة ولا الخمسة هذا الشكل، راه ما كنضغط عليها ما حتى شي حاجه، كنخليها مكويرات بحال هكاك. دابا من بعد ما درتهم في السكر كنبقى ندير في السكر بهذا الشكل حتى كيشربوا السكر مزيان بهذا الشكل. نعاود ندير في السكر باش نلصق على هذاك السكر، ونبدا نحط في الصفيحه ديال الفرن بهذا الشكل. وراه كنحط من بعدين واحد شويه حيت ما فيها الخميره غادي تزيد تكبر الحلوى، ونبقى مستمره بهذا الشكل حتى نكمل كلشي. من بعد ما شكلت كلشي هيا كيف ما كتشوفوا راه درتها بحجم متساوي. عندي واحد المعلقه ديال القهوه اللي كنحركوا بها القهوه، كنضغط عليها من الفوق بهذا الشكل، راه كنضغط عليها هي اصلا كتشقق قبل ما تدخل الفران. هذا هو السر باش الحلوى كتجيكم مشقه وزوينه بزاف. ومن بعد لاحظتوا كاع على النصائح اللي عطيتكم، راه ان شاء الله كتجي حلوه زوينه وناجحه. ودابا سخنت الفران من قبل، غندخلها الفرن وغادي نقص عليها حيت لا حطيتوها خليتو الفران سخن بزاف راه غادي تحرق لكم السكر وما كتجيش الحلوه مزيانه. ودابا غادي ندخل الفرن وغنقص الفران باش طيب الحلوى. هاد الحلوى ديال الغريبه ديال كوكو السميده ما كتاخذش الوقت بزاف، على الاكثر واحد ربع ساعه وطيب الحلوى ورجع معكم. وما قلتش لكم راه كتخشيو العافيه دائما كتفوق تكون فوق الغريبه هي الاولى، كنشعلوا العافيه والغريبه لتحت والعافيه الفوق بحال الطياب ديال البهله. هيا من بعد ما طابت الغريبه بالكوكو السميده كتجي بهذا الشكل كما كتشوفوا،
ربق بلاطه سخونه، تجي مشقه وزوينه. ولا احتفظوا كاع بالنصائح اللي عطيتكم، راه كتجي زوينه بزاف. ودابا نديروها في طبق التقديم ورجع معكم. ها هي غريبات السميده والكوك اللي حضرت معكم، كيف ما جات كيف ما شفتوها جات زوينه بزاف، كلها مشقه وكثر من رائعه، وكتجي معلكه ورطبه وهشيشه. وراه نقدروا نحضروها حتى الليله ديال العيد، كتجي ناجحه 100%. والاحتفاظ كنحتفظوا بها، ما كنحتفظوش بها في الثلاجه حيت الكوك كينشف، كنخليوها غير في بواطه وكنسدوها مزيان ونخليوها فيها. ونتمنى تكون عجبتكم وتجربوها لانها زوينه بزاف، كي كتجي معلكه ورطبه وشيشه. نتمنى هاد الغريبه تكون عجبتكم تجربوها، وشكرا على حسن المتابعه. الى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله.